هل 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 قطر بتدعمك؟ هتدعمني في ايه طيب؟ ليك اي علاقه بقطر؟ الموبايل مثلا، جابوا لي الموبايل مثلا وعلبه السجاير ولا ايه؟ لا ليك علاقه بقطر، اي علاقه بقطر؟ يعني انا مع حضرتك، انا ما عنديش مشاكل في قطر، بس انا بسال قطر لو بتدعمني انا معاك. طب ايه هو نوع الدعم؟ يعني عايز اقول لك على حاجه، يدوك فلوس، يديك فلوس. اعلى حاجه عملتها المؤتمر، طبعا انت حضرتك راجل ابن سوق ولافف وشايف، يعني المؤتمر ده قاعه في فندق، شفت حجمها قد ايه؟ دي بحوالي مثلا 2000 دولار حاجه زي كده يعني. ففين الدعم؟ فين الدعم؟ قطر هتدعمني في ايه؟ في القاعه العظيمه دي اكتر حاجه انا صرفت فيها، كل حاجه شغاله موبايل، فقدر دعمتني في موبايل يعني ايفون، واديتني مثلا. قصدك على المؤتمر الصحفي اللي انت عملته يعني؟ هو اعظم حاجه فيري هيوج. ده ب 2000 دولار، فانت يعني قطر هتدفع لي 2000 دولار؟ هتدفع ايه بقى قطر؟ يعني ايه الدعم؟ لازم لا، بس في تذاكر طيران وفي اوتيل وحاجات كده. راجل عيب عليك يا راجل، انا راكب فراري، تقول لي تذاكر طيران؟ تذاكر طيران اكيد ممكن تكون سافرت على القطريه مثلا. لا مش قوي كده. سافرت بيزنس كلاس يعني، وركبت الكرسي الكبير ده. وبسافر فيرست كمان، بس مش هو ده. لكن مالكش اي علاقه بقطر يا استاذ محمد خالص؟ والله انا ليا علاقه بس بقناه الجزيره، ناس محترمه جدا وعملوا معايا كام لقاء كده وزي العسل. وطلبت منهم فلوس عشان تطلع معاهم؟ والله هم عندك اسالهم. انا بسالك انت. حمد الله، هطلب فلوس على ايه؟ على قضيه بدافع بتاع، يعني بدافع عن قضيه بلدي. اقول له لا، ما قلت لهمش مثلا لا معلش انا محمد علي فانا هاخد كذا. تبقى قضيتي باظت، تبقى راجل بتاجر بيها. لكن مالكش علاقه بقى. طيب اوكي تمام.